أنا الطالبة لانا يحيى نوري في الصف الثاني متوسط في مدارس الذكرى الأهلية للبنات. ماما أول حاجة شافت في النت إنه اختبار موهبة قديش غير حياة ناس كثير، فقالت لي إيش رأيك تدخلي، كنت وقتها سنة ثالث ابتدائي. فبعدين دخلت والحمد لله يعني بفضل الله تعالى جبت اللي هو فبعدين لما جبت الشراكة ماما قالت لي تبي تنقلي ولا تبقي في مدرستك؟ قلت لها إنه لا أبقى في مدرستي علشان إنها مدرسة تحفيظ قرآن فالآخر يعني. وبعدين برضو دخلت سنة سادس ابتدائي موهبة والحمد لله برضو جبت شراكة بس إنه بقيت برضو عشان القرآن. أنا أصلا يعني من وأنا صغيرة أحب الرياضيات أكثر من بقية المواد، يعني دائما كذا احب الرياضيات اكثر من كل المواد. فلما وجاني يعني ماما شافت موهوب انه في النت قالت لي لا انا ايش رايك تدخلي موهوب زي كذا. في البدايه كنت متردده بس ماما هي اللي يعني قالت لي انت ما شاء الله شاطره في الرياضه تحبي ما حتخسري شيء ادخلي شوفي ايش يصير. الحمد لله يعني بفضل الله تعالى وصلت للمكان دحين الحمد لله يعني كله بفضل الله تعالى، ومره مبسوطه انه انا يعني بمثل بلدي وان شاء الله يعني بحاول اني اتقدم من اعلى الاعلى علشان يعني امثل المملكه في مسابقات الرياضات. انا في مسابقه اقمو جايه قريب فان شاء الله يعني بعد سنه حنكون احنا ندخلها، فان شاء الله بحاول اجيب ميداليه ذهبيه. كلمات معايا امين موهبه كانت بالنسبه لي يعني دافع علشان احاول اني اصير احسن في الرياضيات وفي المسابقه هذه كعامه، وابغى امثل المملكه ان شاء الله في مسابقات ثانيه. قال لي انه الرياضيات ليش يعني مفيده اصلا لانه هي تقول لك الشيء كعام وانت اللي تشوف التفاصيل، فحيساعدك هذا في الحياه كعامه. الرياضيات مو زي بقيه المواد، الرياضيات اللي تعرفيها تمشي في الحياه كعامه. يعني ححاول اتدرب واذاكر كذا على قد ما اقدر علشان اقدر امثل المملكه واخليها يعني فخوره بيها.